السلام عليكم طلاب طالبات الخامس الإعدادي فرعيه العلمي والأدبي. موضوعنا اليوم تحت عنوان Reported Statements، الجمل الخبرية المنقولة. موضوع جدا مهم لأن موجود إن شاء الله منهج السادس الإعدادي للسنة القادمة بإذن الله. أرجو إيقاف الفيديو وكتابة الملاحظات جيدا بالدفتر وحفظها. نبلش بالجمل الخبرية المنقولة وملاحظاتها. نقطة رقم واحد، نستخدم، هاي هنا حذفتها الكلمة، هنا نتخلون مكانها. نستخدم الفعل said أو told إن وجدت، ماشي عيني؟ هاي ثبتوها يمكم. نحذف أقواس الاقتباس، أقواس الاقتباس اللي أقصد بيها الفوارز اللي منا ومنا. نحول الضمائر حسب الجدول اللي أنا كتبت لكم إياه أسفل. نحول زمن الفعل الموجود في الجملة الخبرية، ماشي؟ الزمن كله راح يتحول، راح أجي هسه وأشرح بالتفصيل الممل. يعني عجه اليسار عندنا إحنا هنا is أو am راح تتحول صير was. طلاب أحب أقول لكم إنه أي شيء موجود راح يتحول للزمن الماضي. تقول لي ست وإذا أكو ماضي حيتحول للماضي التام. راح أوضح لكم هسه شلون. هنا الفعل عندنا is و am هو بالمضارع راح يصير was بالماضي. has و have راح تصير بالماضي أيضا had. are حصير were. don't و doesn't حصير didn't. will حصير would. can could. المضارع فعل مضارع مجرد راح يصير فعل ماضي، والماضي البسيط حيصير ماضي تام، يعني ها زائد تصريف ثالث للفعل. انتبهوا لي طلاب، الضمائر هنا راح اوضحها لكم شخص بها اني ليش سويت لها الجدول. اول شيء نضيف الاي البسيطه اللي انا ناسيتها هنا. الضمير اي اللي بالاصفر راح يصير يا اما هي او شي. شلون راح اسوي هي او شي؟ بناء على الاسم اللي مذكور بالمثال. اذا كان ولد فراح يصير هي، وإذا كان بنت راح يصير شي، أوكي؟ وي راح يصير they. ماي تملك يا أما راح يصير his أو her بناء على الاسم اللي عندي مذكر ولا مؤنث. المي راح يصير him أو her بناء على الاسم اللي عندي، وأيضا us راح يصير them. اليو راح يصير يا أما اليو حصير يا أما I أو we. خلينا نشوف بالأمثلة. بس راح اوضح لكم كل شيء. خلينا نشوف شلون راح نحل الامثله. تارك انا عندي مذكر، اوكي؟ الفوارز او الاقتباس راح نشيله. I know all about it. احنا راح نشيل اي شيء يخص الكلام اللي بين الاقواس في سبيل نسوي statement، اوكي؟ reported statement يعني جملة خبرية. ينزل طارق مثل ما هو، أنا عندي مذكر، اوكي؟ ايش راح يصير الحل؟ استعمل واحد من الافعال اللي ذكرت لكم اياها سابقا اللي هي اما said او told. فراح استعمل said، اوكي؟ ايش راح اقول؟ تارك said he. طبعا تريدون تخلون that said that he او تريدون تشيلون that، انا افضل انه تشيلوا هالذات. تارك سيد هي. هنا الاي ليش حولته هي؟ لان انا سبق الجدول اللي اعطيتكم اياه قلت لكم يا اما يتحول الى هي او شي بناء على الاسم اللي عندنا. بما انه هو طارق فراح يصير هي. الفعل المجرد ايش عندنا هنا؟ فعل مجرد مضارع ايش راح يصير حسب الجدول اللي اعطيتكم اياه؟ يصير ماضي، راح يصير نيو. ونزل الجملة مثل ما هي ومع مثل ما قلت لكم حذف الفوارز أو علامات الاقتباس. نروح على تمرين أو سوري example 2. مريم I am enjoying myself مع مراعاة تحويل الضمائر. خليت لكم أن تحتها خط. تنزل مريم مثل ما هي، هي مؤنثة، أوكي؟ إيش راح يصير؟ مريم said، قالت مريم. she طبعا شي لانه بنت عندي مؤنث. شي زين. الام احنا حولنا هسه الاي الى شي. الام شو تصير حسب الجدول اللي اعطيتكم اياه؟ الاز والام راح يصير واز، اوكي؟
أنا هم انطيت في الشغلة للطالبات، قلت لهم أنتوا شوفوا صيغة الفعل. هنا أنا عندي صيغة الفعل مضارع مستمر، المضارع المستمر يصير ماضي مستمر، أوكي؟ يعني هاي في حال أنه ما عرفتوا تحولون الآن، أوكي؟ فش يصير هنا؟ لأنه أنا عندي آي فش تاخذ واز، راح يصير حلي دا أتأكد من عنده، أوكي؟ راح يصير she was enjoying myself، هاي ما يصير تبقى، راح تتحول her self. تمام عيني؟ تمام. زين، مثال ثالث. سلوى you didn't phone me. نرجع المثال ونحله بعد ما نضبط القلم والشاشة. سلوى هنا مؤنث، تنزل سلوى وكلمة سيد أيضا. أوكي، خلينا نشوف. You didn't phone me. ناني عندي آني شنو؟ عندي ماضي. زين، هو ماضي شي يصير؟ يصير ماضي تام حسب الجدول اللي اعطيتكم إياه. سلوى سيد اليو شو تصير؟ قلت لكم يا أما تصير آي أو وي. فهي بما إنه هي تكلمني إلي فراح أستخدم ضميري. سلوى سيد آي hadn't، اوكي، والفون اضيف له ايدي على مود اسوي، سوري هاي او، على مود اسوي ماضي تام، اوكي، اللي هو الماضي التام يتكون من هاد زائد فعل مصرف تصريف ثالث للفعل، والمي راح تتحول الى ضمير هر حسب الجدول اللي فوق لانه عندي سلوى.